الخبر أول عاد عن مصطفى ريدر يا حبايب وغنية النارية اللي كانت هي عبارة عن أغنية إلى والنورمال، ولكن الحفت يا حبايب بالنسبة لي عن السبب فإجاب لغات هواية. صراحة الأغنية كوش حلوة عجبتني، راح أعطيكم إياها اسمعوها واكتبوا لي بالكومنتات هل تحبون ريدر ويا نورمال أو لا. حابين بس بنعرف انت مين، نورمال ريدر هم نازلين مثل النجم فوق طالعين، حبوا جرد لهيك سمونا هون جلادين جلادين جلادين، جمهور رداري وجلادين جلادين جلادين حاليا البيسان اسماعيل وسفرها لألمانيا يا حبايب، فأمجدوا فرح اللي هم أقارب بيسان اسماعيل، نزلوا على قناتهم باليوتيوب هذا المقطع عشان يسوي مفاجأة البيسان وهي جدتهم لألمانيا. فحبايب مثل ما تعرفون انه حتى حاليا جواني هو بألمانيا، فليه ترى ممكن يلتقون يا بعض، خاصة انه محمد جواني قبل يومين بس نزل شوية ستوريات يحكي بها عن بيسان ويستعيد ذكريات الحب اللي بينهم، فاكتبوا بالكومنتات توقعاتكم. ولكن الشيء الغريب اللي صار يا حبايب انه محمد جواني مبث مؤشر مالته حط بي اغنية مضغوط اللي هو اغنيته هو بيسان اسماعيل، فشي غريب الصراحة. انتقل حاليا القمر طايا حبايب مرضها، فنزل شوية ستوريات تقول بها انه هي مريضة، ولكن تشكر متابعيها على الدعم الرهيب اللي جاء على اخر مقطع. وبنفس الوقت يا حبايب توعدنا بالمقاطع الخرافية، فالله يشفيها يا رب. احطكم ستوريات شوفوها. حبايبي شلونكم؟ اول شي غلطت على شكلي وصوتي بس والله كلش مريضة، بس حابة اقول لكم شكرا كلش هواية لكم على التريند، مع انه الفيديو ما كان قوي، مجرد كان فيديو رجعة لان سحبة شهر كامل. الفيديو الجاي كلش قوي. روح حاليا واخيرا عودة بيسان تيكت يا حبايب بعد شهر كامل من الانقطاع، الصراحة شيء غريب. ولكن اليوم يا حبايب نزلت هذا الستوري كانت كاتبة بيه انه هي تعتذر بيه من متابعينها عن فترة اللي هي ما نزلت بيها مقاطع، وبنفس الوقت يا حبايب توعدنا انه راح تنزل مقطع وتوضح لنا كل اللي صار، فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالشيء صار وياها. ننتقل حاليا لأنس مروة يا حبايب وتهجمه على أصالة المالح. في المختصر يا حبايب هو موضوع مزح مو أكثر، أنس مروة نزل هذا الستوري كان كاتب بيه حكمة أصالة، وحكمة أصالة يا حبايب هي كانت انه إذا ما تسعد نفسك فعكر مزاج الاخرين، واضح انه اصالة مضوجته فنزل هذا الستوري اللي يقول انه اصالة قاعدة تضوجة. راح اعطيكم المقول، راح اعطيكم الستوري اللي نزله شوفوا. تستطع اسعاد نفسك فعكر مزاج الاخرين. شو اللي مضايقك؟ شو اللي مضايقك؟ انا كفئت بدي اعمل مشكلة. بس ما بدي اقلل الفيديو الا بمشكلة. رحبوا بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر. انتقل حاليا أنس شايب يا حبايب واخوه دخوله للمستشفى، فكان كاتب عليه انه هو يريد يسوي عمليه زراعه شعر يا حبايب، وطالب المتابعين انهم يدعوا له. الف الحمد لله، طبعا العمليه تمت بنجاح والف الحمد لله على سلامته. وبالختام يا حبايب عن غيث مروان وسفر السوريا، الصراحه شيء كلش رهيب هو وستة من اصدقائه، وراح يسوي اشياء خرافيه اكيد، فاكتبوا بالكومنتات شكلكم متحمسين. وصل حبايب نوصل المقطع في جنب طب اللايكات، شاركوا في الزين من قد مثل القصص. احبكم، مع السلامة.